آثار العمليات التي نفذها حزب الله على شمال إسرائيل حتى الآن، وكيف تتحضر إسرائيل لمزيد من العمليات؟ وفق ما تقول جويس، هذا هو رد فعل أولي على استهداف ضاحية بيروت الجنوبية. عملية إطلاق الصواريخ وهذا العدد الكبير نحو حيفا هو لافت وتطور لافت في هذه المواجهة المستمرة منذ 8 أكتوبر، ويتم قصف حيفا للمرة الثانية أو للمرة الأولى عفوا منذ الحرب الإسرائيلية على لبنان في عام 2006، وعليه وهذا يعتبر تطور لافت، واستخدام الصواريخ متوسطة المدى والصواريخ التي بحوزة حزب الله يعني ومدياتها هو قادر على إطلاق هذه الصواريخ نحو أي مكان يريد في إسرائيل حتى من أي نقطة في لبنان، وعدم اقتصار عملية الإطلاق فقط على الجنوب اللبناني. وعليه نتحدث عن تطور لافت في هذه المواجهة، نتحدث عن استعدادات وتأهب إسرائيلي واستمرار لتعليمات الجبهة الداخلية التي تؤكد في الساعة الأخيرة عدد من المجالس المحلية على السكان في المناطق الحدودية بضرورة الالتزام بها وعدم الحركة وإلغاء الأنشطة الزراعية والتعليمية، إضافة إلى عدم التجمع لأكثر من 10 أشخاص في المنطقة المفتوحة. غير ذلك لا نلمس على الأرض تحركات عسكرية إسرائيلية لافتة، بمعنى أن إسرائيل حتى اللحظة لا يبدو أنها اتخذت قرارا بتوسيع العمليات ضد حزب الله، رغم حديثها عن الانتقال إلى مرحلة جديدة، وربما نحن حتى هذه اللحظة لسنا قريبين من اجتياح للبنان، وهي النقطة التي قد تؤدي إلى اشتعال هذه المنطقة، لأن هذا الاجتياح هو بحاجة إلى استدعاء الاحتياط، وهو بحاجة أيضا إلى الدفع بمزيد من القوات وبمزيد من الآليات العسكرية التي بدأ الجيش في الأسبوع الماضي بالفعل بالدفع بالفرقة 98 وآلياتها ودباباتها ومدرعاتها إلى الحدود، ولكن هذا العدد لا يكفي إذا ما قررت إسرائيل الذهاب إلى هذه المواجهة. نتذكر في عام 2006 فقط بعد قصف حيفا بيوم واحد في 16 تموز قصفت حيفا بعد 4 أيام من القصف العنيف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية وعلى لبنان ومحاولتها ضرب منصات إطلاق الصواريخ. بعد يوم واحد فقط دفعت إسرائيل بالاحتياط إلى هذه الحدود وبدأت بشن عملية اجتياح بري للبنان، بدأتها في منطقة بنت جبيل ومارون الراس وغيرها من المناطق في الجنوب اللبناني. الآن الوضع اختلف، ربما القدرة الصاروخية لدى حزب الله أيضا اختلفت، وهي التي تؤخذ حتى هذه اللحظة بالحسبان من قبل إسرائيل، رغم النجاح الاستخباراتي في الأيام الماضية بدءا من عملية البيجر وصولا إلى الاغتيال المؤثر لحزب الله تحديدا باغتيال إبراهيم عقيل في قلب الضاحية الجنوبية، واعتقاد إسرائيل بأن مثل هذه الاغتيالات هي تلحق أضرارا بحزب الله كون أنه من الصعب على حزب الله أن يجلب شخصيات قيادية بارزة لها هذه التجربة العسكرية الطويلة والكبيرة، إن كان مثل إبراهيم عقيل أو مثل أبو طالب أو أبو نعمة أو غيرهم من القادة أو فؤاد شكر الذين اقتلتهم إسرائيل في هذه الحرب وفي هذا التصعيد المستمر منذ أكتوبر، والذي بدأنا نشهد تصعيدا آخر في إسرائيل من ناحية الاغتيالات في حزيران. ففي حزيران اغتالت قائد القطاع الشرقي في الجنوب، وفي تموز قائد القطاع الغربي في الجنوب، وأيضا في نهاية تموز اغتالت فؤاد شكر، وما جرى يوم الجمعة الماضي. إسرائيل على ما يبدو أنها تتحضر لاستقبال مزيد من الهجمات التي قد تحدث في الساعات المقبلة، وهو ما يفسر يعني ذهاب بعض المستشفيات، نتحدث عن 8 مستشفيات في المنطقة الشمالية، ربما أكبرها رمبم في حيفا، ولكن أيضا المشافي في صفد وفي نهرية وفي الناصرة وغيرها من المناطق، تهبت إلى إجراءات جديدة و تعمل وفقا لأنظمة يعني طوارئ وضعتها وزارة الصحة. هذه الإجراءات في حيفا تحديدا أي مواجهة أو